فوالا بسم الله الحمد لله مرحبا بكم في فيديو 51 فلاشين ديكيرا فورماسيون معكم بوعلام. نكملو دائما مع لي كابتور. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله راح نكملو، عندنا واحد النقطه نزيدو نكملوها ان شاء الله على لي فانت كورس لي كابتور ميكانيك. ومن بعد ان شاء الله في الفيديو اللي فات كنا شفنا لي كابتور اندكتيف، قلنا يصلحو باش يديتيكتو الصوالح ميتاليك هكذا. اليوم ان شاء الله نشوفو كيفاش نقدر نديتيكتي حاجه ايزولونت، يعني صالحه ايزولونت كيما قرعه كيما بنو كيما حاجه كيما هكذا. نشوفوا الكابتور هذا اللي ديتيكتي هاد الصوالح ايزولون، نشوفوا ان شاء الله البرينسيب دو فونكسيونمون تاعو وبزاف حاجات الكابلاج تاعو وكذا. فيدير رايحين نستفادوا ان شاء الله في هاد الفيديو ان شاء الله. دوك في الفيديو السابق كنا شفنا لي فانت كورس وقلنا كاين انواع في الفانت كورس هضرنا عليهم. فوالا شنو حاجه وحده اللي خصنا في لي فانت كورس، كنا مازال ما حكيناش على الكابلاج تاع ان فانت كورس. بون كونسيرنون الكابلاج تاع ان فانت كورس، الكابلاج تاعو كيما كاين ناس يعيطوا له انتربتر، شتينا انتربتر ميكانيك. دوكا مثال هنا عندي ان شيما تاع ديماراج ديماراج موتور، وين راهم لي فانت كورس لهنايا هم اللي استعملوهم كوم بوطون بوسوار. هنا نورمالمون يجي عندي لو بوطون فير هذاك باش كي نشعل لهنايا اس 4 هذا نشعلو واش يصرى يطلع. فوالا راهو هاو اكزيستي لهنايا اس 1 هكذا. فيدير هنايا واش نقدر، نقدر نشعل هنايا من البوطون بوسوار ونقدر الفانت كورس يديماري لي الموتور كام 1. فيدير يقدر اكسيتي الكونتاكتور كام 1. هاوليك لهنايا لو اسمو عندي لوطومنتيان هاوليك كام 1 هكذا. دوك هم ليك لي فانت كورس واش نستعملو، واش من الفانت كورس هنايا انا جبت لكم ديريكت فانت كورس تاع بوسوار كنا شفناه ديجا المره اللي فاتت. كيفاش الكابلاج تاعو كيما راك تشوف كوم سي ان انتريبتور هكذا. كنا كان يصرا ان كونتاكت ميتا كيما هاد لو بون رولون هدايا يلحق لو فانت كورس نقدر بون هنايا سوا مثل هاوليك هنا عندك ان فانت كورس واحد اخر شوف مليح بلي هنايا ان كونتاكت فيرمي وهنا ان كونتاكت اوفر. فيدير لو كان لو بون رولو هذا لو بون رولو ولا امبورت ولا كان لي كان كما شفنا المره اللي فاتت واش يصرى غير يلحق لو كونتاكت هذاك. هنا هاد لو فانت كورس هذا واش يدير، يمد اوردر للموتور باش يشعل باش يمشي باش يبدا يمشي. بار كونتر هاد لو فانت كورس هذايا راه يستنى مثال لو كان يابي هاد البوسوار هذا واش يصرى يفتح لي على الموتور. فيدير يحبس الموتور. تقدر تلقاها في بزاف لي زابليكاسيون امثله لابورت كوليسيون اللي شفناها المره اللي فاتت. كاين نوع واحد اخر تاع لي فانت كورس اللي هو عنده دو سورتي ميتال، عنده ان او وعنده ان سي. فيدير هنايا اوفر وهنايا هذا كلوز سي كلوز فيدير فيرمي هكذا. دوكا كيفاش نكابلو لي فانت كورس اللي كيما هكذا، واش ندير الا كانت عندي ميتال ان سورس الترناتيف واش ندير. جبت لكم انايا جوست هنا جبت لك زوج لي فوايون، وحده فير وحده روج، سي جوست باش نمونتري لك كيفاش تمشي كيفاش يمشي الفانت كورس. دوك شوف هاوليك لو كابلاج تاعو هدايا الكوما نحط فيه لا فاز. واش عندي، مثال لا سورتي ان او هدي تروح فير الفويون فير، والان سي ديتها فير الفويون روج، وربط بيان سور ربط النوتر وديتو غلقت به النوتر تاعي هكذا. دوكا في ليطا نورمال كيما راهو هكذا الفانت كورس راهو هكذا. واش يصرى عندي الروج تكون شاعله هكذا باسكو كلوز راهو فيرمي، يعني لا فاز تمشي هكذا وتدخل هنا هذا راهو مغلوق وتشعل لا لامب. بار كونتر الفير تكون هذه الاخضر هذه تكون اوفر مفتوحه هكذا. بار كونتر لو كان انسان يجي يابي هنايا يصرى لو كونتاكت، على الفانت كورس. واش يصرى الفير راح تتغلق يعني تولي تشعل والروج تطفى، تكون شعله تطفى، يعني يصرى العكس هكذا. وجوست لو كونتاكت هذاك الكونتاكت يروح واش يصرى نعاود نولو لي طاتعنا انيسيال. فيدير الفويون فير يعاود يطفى والروج يعاود يشعل. فوالا دوكا ما كاش حاجه اسهل من الكابلاج تاع فانت كورس.
وقلت لك تقدر تستعملو تستعملو وين تحب هكذا، جوست برك افهم باللي هنايا لي فانت كورس هادوما ا كونتاكت لازم يتوشيه ان كونتاكت ميكانيك. فوالا دوك هادي هي تكمله تاع واش شفنا المره اللي فاتت. ثم بك رحنا شفنا كيف كيف هادوما كاع لي كابتور هادوما توتوريان توتوريان في ديريال 1 يا 0. هنايا لي كونتاكت هادوما هادوما لي كابتور سون كونتاكت، كابتور سون كونتاكت فيدير بعيد بلا ما يصير الكونتاكت يقدر يديتيكتي ميتال هاد الفيكول هذايا باش يفتح لي لو بون ولا قلنا الفروج ولا هكذا. هادوما قلنا سي دي كابتور سون كونتاكت اندكتيف، لو برينسيپ دو فونكسيونمون تاعهم قلنا لا بوبين وشرحناها المره اللي فاتت. هادوما يصلحوا قلنا غير صوالح ميتاليك فيكول ولا اي حاجه ميتاليك، حديد نحاس اي ذهب اي حاجه معدنيه يقدر يصلح لها. ولكن دوك في الاندستري ما عندناش كلش ميتاليك، عندنا الحطب هكذا، عندنا ميتال لو فير والمشكل لو فير هذا يكون ترانسبارو ميتال فير الزجاج، عندنا عندنا صوالح ليكيد هكذا. وفي لي ليكيد هذوما عندنا عندنا صوالح ايزولون كيما لي زويل الزيوت هكذا، عندنا عندنا القرع عندنا الكاويتشو عندنا هكذا. نسحق بور لانستون، شوف بور لانستون نسيي نفهم كيفاش نديتيكتي اي حاجه ايزولونت، ومن بعد نسيي نلحق كيفاش نديتيكتي نقول بلي هذا نقول بلي هذا حطب وهذا زجاج وهذا ليكيد وهذا الزيت وهذا الزيت الفلاني وكذا، على حساب بيان سور من باك نشوفوا لي كاركتيرستيك تاع لي كابتور هادوما على حساب لا بارتي دي الكتريك تاعهم هكذا، لا كاركتيرستيك دي الكتريك تاعهم، ومن بعد نزيدو ندخلو في لي ديتاي. حنا واش قلنا المره اللي فاتت؟ قلنا بالمره لي كابتور اندكتيف كنا شفنا لو برينسيپ دو فونكسيونمون تاعهم، وقلنا قلنا لي كابتور اندكتيف يستعملوا لي فونومان اندكتيف تاع تاع لا بوبين هكذا، وتفاهمنا كيفاش حاجه ميتاليك كيفاش تدخل داخل لو شون الكتروميكانيك هذاك وكذا، وتفاهمنا لو برينسيپ دو فونكسيونمون تاع ان كابتور اندكتيف. دوكا ما راناش حابين كابتور اللي ديتيكتي لي حاجه ميتاليك، نحوس على حاجه ايزولونت. وشنو هو لو برينسيپ تاعها؟ تبازي بيان سور الا قلنا هذه ميتاليك، وشنو عندنا ان كابتور كاباسيتيف يسباز على لي فينومان كاباسيتيف. كيفاش لو برينسيپ دو فونكسيونمون تاعو؟ بون بيان سور هادوما لي فورم تاع لي كابتور كاباسيتيف تلقاهم هكذا ابي بري. بيان سور كيما الاندكتيف عنده ثلاثه لي في اللي يخرجوا من الكاباسيتيف، كيف تلقاهم وكيف كيف فيهم واحد مارون واحد كحل واحد دوك نشوفوا كيفاش الكابلاج تاعو، يعني لا فورم تاعو كيف تقريبا كيف مع الاندكتيف. بيان سور قلنا هذا يديتيكتي لي قرعه ولا لو كاويتشو ولا صوالح هذوما صح لي جان. دوكا باش نكملوا نفهموا البرينسيپ دو فونكسيونمون تاع ان كابتور كاباسيتيف، باش نفهم الكابتور كاباسيتيف كيفاش يقدر يكابتي حاجه قلنا نون ميتاليك، لازمنا نفهموا الكوندنساتور كيفاش عامل، كاباسيتي كيفاش عامله وكيفاش تخدم. عندك دو زارماتور بيان سور يكونوا ميتاليك هكذا، الى اليمونتينا لو دو زارماتور هنايا، وبيان سور اونتر لي دو زارماتور كاين ان ايزولون نعيطوا له حنايا لو سمع نقولوا لدي الكتريك هكذا، ها اللي هنايا كوم سي ساندويتش هكذا. لا اليمونتيتها لهنايا ميتال بار ان كورون الترناتيف اوتوماتيكمون راح يكون ان كورون اللي راح يجوز من لارماتور هذه لارماتور الاخرى هكذا. مي دركا تيك يجوز الكورون، مي المشكل دركا تيك شحال لا فالور تاع الكورون هذيك اللي تقدر تجوز من هاد لارماتور لهاد لارماتور الدوزيام هكذا. دوكا يعني القيمه شحال القيمه تاع الكورون هذاك اللي يقدر يجوز، هذه القيمه تاع الكورون هذه ال ديبون بلو دي الكتريك اللي راهو ما بين لي دوز ارماتور هذوما. اسكو عندي الكتريك واحد اخر هكذا، شوف مليح هنا جبت لك واحد الفيديو هنايا فوالا هاملك لي دوز ارماتور هذوما، لا فالور تاع لو كورون هذاك
elle dépend du dielectrique qui est هنا les zones qui هنا là. Donc فرضا ان ما بين لو دو في هاد لو فيد هدايا بون دخل لهنايا مثال دخل ان ليكيد هكذا دخل ان ليكيد دخل تقرع لهنا مثال حاجه نون ميتاليك هكذا الكاويتشو هذاك اللي حكينا عليه مقبله هكذا واش يصرى معناته لي كاركتيريستيك تاع هاد لو ديليكتريك اللي راهو في الوسط يتبدل وإلا تبدل واش يصرى معناته لا كاباسيتي تاع الكوندنساتور هذاك راح تتبدل لا فالور تاعها راح تتبدل هكذا وإلا تبدلت اوتوماتيكمون لا فارياسيون هذيك هذه هي اللي نقولوا عندنا ان لو كابتور لا ديتيكتي حاجه نون ميتاليك فيدير اللعبه كامل راهي على لو دي الكتريك هذا الا دخل في حاجه ما بين لي دو زارماتور هذوما معناتها لو كابتور ديالي راهو ديتيكتا لو اسمو فيدير شوف هاد الحكايه هادي تاع لي تاع الكوندنساتور على بالي بلي بزاف ناس تتخلط لهم سورتو في لو كورون كونتينيو باسكو يقول لك في لو كورون كونتينيو يولي الكورون ما يجوش بيان سور هنايا كيكون الكوندنساتور شارجي وعلاش في الالتيرناتيف يمشي الكورون ما يمشيش كذا هادي لازمها توت ان فيديو اللي نسوي لك فيها هاد لو فينومين هدايا مي هنايا جوست نسيو نفهمو الكابتور كيفاش يقدر يديتيكتي حاجه نون ميتاليك concernant le câblage d'un capteur capacitif, qui m'achève le capteur inductif ou gare les capteurs de proximité. Hakda, que ce soit inductif ou la capacitif ou l'akda, le même câblage. Hakda, deux fils pour l'alimentation, qui m'a dit comme le moral est fait, le vidéo, les m'achèvent le vidéo audio, le troisième fil, le noir, généralement, ou le yigdem. Zouji l'oulien, qu'on a dit pour l'alimentation, ou hadaya, هو اللي يخدم شفنا المره اللي فاتت كيفاش نكابليه وبيان سور كاين دي زيستوار كيفاش نكابليه مع ان اوتومات كيفاش كذا هذوك انا ما نحبش ندخل فيهم مي جوست حبيت نعطي لك الفكره كيفاش يكون الكابلاج تاع ان كابتور كاباسيتيف ونزيدو نتعمقوا فيه ان شاء الله باسكو كاين نزيدو معلومات واحده اخرى ان شاء الله ندوهم عليهم على الراتب تاع لا سورتي تاعو تاع الكابتور كاباسيتيف تحبوا نزيدو ندخلوا نوع واحد اخر تاع لي كابتور اللي هما لي كابتور ا كوموند مانيوال اللي حكينا عليهم هكذا قلنا في ديبي كاع في الفيديو الاول عندنا دي كابتور ا كوموند مانيوال وشنو هما هذيا يصلحوا قبل ما نجاوبك عليها وشنو هما لي كابتور دو كوموند مانيوال هادو ما يصلحوا مثال للناس تاع الجامعه للناس اللي يجوزوا كونكور مثال هكذا باش تريبوندي له باسكو صراحه انا ما نشوفهمش دي كابتور هكذا دوكا هما واش يقول لك مثال ان بوطون بوسوار كيما هكذا ولا كاع صالح تاع لارمار تاع لا كوموند البوطون بوسوار الروج ولا الفار ولا ان كوميطاتور ولا لا ريديرجونس ولا يقول لك سي دي كابتور فيدير واش يكابتي فيدير يكابتي نتايا لابوي تاعك لابوي بدير نتا كي تابيي لهنايا على لو بوطون روج الموتور يحبس هكذا يسميه هو ان كابتور هكذا هذه قلت لك تصلح في لي زونتريتيا دونبوش راك تعرف الا طحت مع واحد هكذا في الجامعه الا طحت لك اكزاما ولا جوست باش تعرف المعلومه هذه يعيطوا لهم لي كابتور ا كوموند مانيوال هكذا باش نجوزوا على هذه في البروشين فيديو ان شاء الله قبل ما نقول لكم واش كاين في البروشين فيديو ان شاء الله ما تنساوليش لو بوطون جام والحمد لله يعطيكم الصحه راكم تهليين حتى لدركا بزاف ناس اللي ما راهمش صابوني في لاشين ديالي نقول لكم ان سامبل كليك راهو تحت لا فيديو شوف دوكا باش نحكو على واش رايحين نحكو المره الجايه ان شاء الله في لي فيديو الجايين ان شاء الله واش عندنا ديتيكتور واش حكينا حتى لدرك لي كابتور ا كوموند ميكانيك اللي قلنا هما اللي فانت كورس حكينا عليهم الحمد لله قصرنا عليهم اون ديتاي هكذا هادوما صافا لي ديتيكتور دو بروكسيميتي واش قلنا عندك ثلاثه من تحت عندك لي ديتيكتور اندكتيف حكينا عليه قلنا ديتيكتي صالح ميتاليك لي ديتيكتور كاباسيتيف حكينا عليه يقعد لي مانيتيك نزيدو دوكا باسكو مانيتيك ماشي حاجه كبيره دوك ندخلوه في كاش فيديو ان شاء الله
استغفر الله كابتر هذوما اليوم اونتر جيمي اللي كيديناهم كابتر اكوموند مانيوال هذو حكينا عليهم قلنا ماشي حاجه كبيره يقعد لي الحاجه اللي مهمه اللي رايحين نحكوا عليها ان شاء الله في البروشين فيديو ان شاء الله اللي هما لي ديتيكتور فوتو الكتريك فوتو الكتريك ومن بعد لو فات دركا اللي كملنا هذو ثلاثه ولا اربعه لي فيديو هذوما واش درنا عرفنا كاع الانواع وشوف مليح هادو كاع هاد الحكايه هادي كاع عيتك واش يخرجوا لي سينال توتوريال مازال عندي انواع واحد اخرين واللي تحتهم انواع وانواع واحد اخرين تاع لي كابتر على قلت لكم الحكايه راهي طويله بزاف خلينا جوج غير في سينال توتوريال باش ومن بعد ديك ان شاء الله نزيدو نافونس دوك هادو هما لي ديتيكتور فوتو الكتريك ومن بعد واش عندي واحد الحكايه واحد اخرى نزيد نحكيها لكم في الكابتور كاباسيتيف كاين حكايه واحده اخرى راك تشوف هنايا في الاندستري هنا عندي مثال عندي انا ان كونفايور وعندو ان سيرتان فيتاس صوالح هذوك راك تشوف هاو داير حتى مخده وداير قرعه اي حاجه هكذا راهي تمشي هكذا مي هنايا المشكل كي تكون عندها ان سيرتان فيتاس كيما هكذا اسكو الكابتور يقدر يلحق باش يديتيكتيها اسكو يكابتيها هكذا باسكو هنايا الحكايه رانا نحكو على ان فريكونس هكذا يدخل فيها راك تشوف هنا الفريكونس 100 هرتز هكذا دوكا فيدير تاني هادي ندخلوها ان شاء الله في لي بروشين فيديو ان شاء الله نزيدو نحكو فيدير نقعدو توجور في لي كابتور كاباسيتيف ونحكو على لي كاركتيريستيك تاع لي كابتور هادوما اللي حكينا عليهم حتى لدرك لي كاركتيريستيك ديالهم فيدير باش نمهدو الحكايه تاع لي كريتير دو شوا كيفاش لي شوا تاع لي كابتور هادو ما شاء الله هادو ما كاع ان شاء الله نحكو عليهم في لي بروشين فيديو ان شاء الله نطلب منكم بارطاجيو لي فيديو هادو ما استفدتو منهم ذاكرة فورماسيون انا قريب نلحقو 3000 ابوني يعطيكم الصحه وفي الاخر واش نقول لكم اللي حب يسجل معنا في لا فورماسيون الكتريسيتي اندستريال مرحبا به هذه لا باج فيسبوك تاعي وعندنا مام ان جروب اللي رانا دوكا اكثر من 35000 في الجروب فيسبوك لا باج انستغرام وفي الاخر واش عندي نقول لكم النيميرو تيليفون تاعي اللي حب يتصل بيا وفي الاخر نقول لكم تهلاو لي فرواحكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.